واحنا بنعمل التوصيات بتاعتنا في لجنة الاستثمار الخاص لقينا ان الحكومة شغالة في نفس المسار وبالتوازي في نقطة من النقاط ألا وهي فكرة الرقمنة في الاستثمار. النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، النهاردة يمكن ده كنا بقول لك أشار إليه الدكتور سمير صبري من شوية، فالنهاردة الصبح افتراضيا يعني عن طريق من مقر الحكومة في مدينة العالمين تجربة حية لتأسيس أول شركة إلكترونيا عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. تجربة عملية قامت بها الهيئة وتممت شركة تأسيس شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء. انت متخيل دي اكيد شركه كبيره، شركه لانتاج الامونيا الخضراء، شركه بتشتغل على الاقتصاديات الخضراء الوقود الاخضر في المنطقه الحره العامه في دمياط، تم التاسيس الكترونيا ودي كده اول شركه في مصر يتم تاسيسها بهذا الشكل. دي المرحله الاولى لخدمه تاسيس الشركات بشكل متكامل عبر البوابه الالكترونيه للهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره. طيب بالخطوه دي مصر تبقى أطلقت خدمة تأسيس الشركات إلكترونيا وبشكل كامل. خليني أخد معايا على التليفون أستاذ ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لشؤون خدمات المستثمرين. أهلا بيك ياسر بيه. أهلا بيك يا فندم. عامل إيه يا فندم؟ كله تمام؟ الحمد لله. نقول بخير. مبروك. ألف مبروك، مبروك على حضرتك ومبروك على السادة المواطنين. يا رب على مصر كلها، ويساعتها يبقى كل التأسيس إلكتروني. عايزين نفهم أكتر عن المسألة دي يا فندم، ونفهم إزاي نقدر نعملها. يعني النهاردة لو يوسف عاوز يعمل يؤسس شركة ويقوم بالإجراءات إلكترونيا هتستغرق مني وقت قد إيه؟ هل في، هو المفروض ما يبقاش في تعقيدات بقى عشان كده إحنا عاملينها إلكتروني؟ مظبوط يا فندم. اسمح لحضرتك، هي طبعا يعني التحول الإلكتروني لمنظومة التأسيس وما يليها من خدمات عبارة عن اعتماد مجالس الإدارة والجمعيات وجميع أنواع التراخيص، إن شاء الله كل هذه الخدمات هتطلق إلكترونيا من خلال البروتوكول اللي تم توقيعه مع وزارة الاتصالات تحت رعاية دولة رئيس الوزراء، اللي بيصر على أن هذه الخدمات في خلال فترة وجيزة تكون يتم تقديمها إلكترونيا. طبعا زي ما حضرتك أشرت أنه قرارات المجلس الأعلى للاستثمار اللي أطلقها سيادة الرئيس يوم 16/5 اللي فات تم البدء بتفعيلها سريعا جدا، واول خدمه هي خدمه التاسيس. خدمه التاسيس حضرتك من خلال موقع الهيئه اللي هو www.cafi.gov.eg، حضرتك من خلال هذا الموقع تقدر تخش على الصفحه بتاعت التاسيس. حضرتك لازم اولا يكون عندك توقيع الكتروني حضرتك بتحصل عليه من احد الشركات المقدمه خدمه التوقيع الالكتروني. لازم يكون بتدفع حضرتك ان كريدت بكارت الكريدت كارد على الحساب، بتاسس الشركه من اي موقع داخل الجمهوريه، حضرتك ممكن تاسس من اي مكان ان شاء الله هتطلق هذه الخدمه كمان على من اي دوله، لكن هو اهم حاجه ان حضرتك يكون عندك اتفاق مع احد القانونيه في مصر عشان يكون وكيل عنك، لانه مش هتقدر تحصل على التوقيع الالكتروني بره الا يعني لغايه لما الامر ده ان شاء الله يعني يتم حله مع المستثمرين الاجانب. يعني بالنسبه للتاسيس داخل مصر حضرتك ممكن تاسس دون الحاجه انك تزور احد مراكز خدمات المستثمرين ال 15 المتوزعين جغرافيا. هتقلل على حضرتك اول حاجه يعني العناء التوجه للمشوار ومقابله مقدم الخدمه، وده هيوفر نوع من الشفافيه لان حضرتك هتاسس الشركه وهتدفع رسومها من خلال الموقع الالكتروني وفقا للتقدير على الشكل القانوني للشركه بتاعت حضرتك والانشطه اللي بتحطها على اساسها هيتم حسابها وهيتم تحويل الرسوم لكل جهه مشتركه في منظومه التاسيس دون اي عناء. فدي بتوفر اول حاجه توفير في الوقت، حضرتك الشركه بتؤسس خلال 3 ساعات عمل ده بالحد الاقصى، وبنبعتها لحضرتك في خلال 24 ساعه على الموقع اللي حضرتك بتختاره. طب ده كلام رائع. ده في ايجاز بسيط عن منظومه التاسيس.
طيب كويس قوي. لكن انا هيبقى في عندي ملاحظتين اذا سمحت لي يا استاذ بيه. اول حاجه ان احنا فعلا محتاجين نشتغل بمنتهى السرعه على ان احنا نحل مساله التاسيس من خارج جمهوريه مصر العربيه، لانه احنا عندنا منافسه كبيره في المنطقه في هذا الاطار او في هذه الصدد، وتحديدا على النقطه دي التاسيس من خارج البلاد. انا عايز اجتذب قد اكبر قدر ممكن من الاستثمارات الاجنبيه، وفي نفس الوقت بس عايز اسهل عليه الامور. دي نقطه جنبها بالتوازي، وانا بأسس انا كل حاجة باينة قدامي، يعني اي رسوم اي دمغات اي شيء موجود قدامي وابقى عارفه، عشان وانا بحضر نفسي للاستثمار في مصر سواء اذا كنت انا اجنبي او عربي او مصري ابقى انا فاهم. احنا طيب كده دايما المفاجأة اللي بتواجهنا انه بنلاقي حاجات رسوم جانبية اضافية ما بتبقاش موجودة قدامنا في الاوراق بنكتشفها بالوقت. ده سؤال يعني عظيم جدا. اسمح لي اقول لحضرتك انه على موقع الهيئه في دليل المستثمر متوفر فيه جميع انواع الخدمات اللي بتقدمها الهيئه، مرسوم فيه انفوجراف على الخطوات اللي بتتعمل للتاسيس بالاضافه للرسوم وفقا لحجم راس المال اللي بيضخ في هذا المشروع. حلو. فالرسوم بتتحسب الكترونيا، كل جهه بتاخد النسبه بتاعتها، الرسوم يعني غير قابله لانها تزيد او تقل، ده وفقا لطلب حضرتك في الخدمه بتتحدد الرسوم على اساسه. جميل. ما فيهاش اي نوع من التجاوز او كلام من ده. جميل جدا 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 جدا. طب انا اشكرك جدا جدا ياسر بيه، كل الشكر استاذ ياسر عباس نائب رئيس الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره لشؤون خدمات المستثمرين.